بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه 60 بابا. الصحابة مفرده صحابي، ومن هو الصحابي؟ هو الذي عاصر النبي وآمن بالإسلام وأسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، تم اللقاء في حال حياتهما الدنيوية، ده اسمه صحابي. لازم في حال حياتهما الدنيوية ولو لقاء واحد، ولو لم يرى النبي لو كان أعمى، يكفي أن النبي رآه تتم الصحبة، لأن الأعمى لم يرى لكنه عاصر وكلم وشافى النبي، فتمت له الصحبة لأن النبي رآه. طيب لو واحد أسلم في عصر النبوة ثم بعد ذلك مات كافرا مرتدا، يبقى مش صحابي، فقد الصحبة بالكفر. يبقى لابد أن نضيف قيد آخر، وهو أن يموت على الإسلام. يبقى عاصر النبي والتقى بالنبي وآمن بدعوته ومات على ذلك عشان يبقى صحابي. دي كلها قيود مهمة. الإمام النووي كاتب مقدمة لطيفة في كتاب فضائل الصحابة، هنقرأها كده كما كتبها في شرحه على صحيح مسلم نقلا من شرح القاضي عياض، جمعها بطريقة لطيفة هنقرأها لكنها مهمة. بيقول ايه؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة. يقصد بالناس هنا مين؟ العلماء. إذا اختلف الناس هنا يعني العلماء، في تفضيل بعض الصحابة على بعض. فقالت طائفة: لا تفاضل، بل نمسك عن ذلك. دي أول طائفة قال لك مش هنفاضل حد، كلهم صحابة على دماغنا، طب مين أفضل من ملناش دعوة؟ دي أول مذهب. وقال الجمهور، المذهب المقابل وهو المذهب الأغلب، فما مذهب الجمهور؟ بالتفضيل. وقال الجمهور بالتفضيل. ثم اختلفوا، طب مين الافضل بقى؟ اختلف. فقال اهل السنة: افضلهم ابو بكر الصديق. وقال الخطابية: افضلهم عمر بن الخطاب. وقال الراوندية: افضلهم العباس. وقالت الشيعة: علي. واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وبعد عمر اختلفوا أهل السنة. قال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي. وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان،
وفي قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. قال القاضي عياض: وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده، وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. واختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا، يعني هل لما بنفاضل ده هذا التفضيل قطعي ولا اجتهادي ظني، فهم؟ ومش كده بس، وهل هو في الظاهر يعني في ظاهر الأمر بالأدلة، أم هو في الظاهر والباطن في الحقيقة كمان، فهمت إزاي؟ كل دي خلافات كبيرة في القضية، لأن القضية مش سهلة. أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن الأشعري، بل الأشاعرة قالوا التفضيل قطعي، وعشان كده في عقائد الأشعرية اللي احنا بندرسها في الأزهر يقول لك أفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي ثم باقي العشرة، والتفضيل قطعي عندهم، فهمت ازاي؟ عند الأشاعرة. قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة، زي ما ربنا رتبهم كده في الإمامة فضلتهم بنفس الترتيب. وممن قال بأنه اجتهادي ظني، وهو أشعري برضو على فكرة، يبقى أشعري بعض الأشعرة ما وفقوش الإمام الأشعري، قالوا لا ده ظني مش قطع، منهم الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن التفضيل هو في الظاهر أم في الباطن، يعني ايه في الباطن؟ يعني عند الله، وفي الظاهر يعني عند الخلق، ادي معنى في الباطن. وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في ان التفضيل هو في الظاهر ام في الظاهر والباطن جميعا، وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة ايتهما افضل. الراجح ان خديجة افضل، لكن بعض النواصب من اهل السنة ذهبوا الى ان عائشة افضل، منهم ابن تيمية ومن وافقه، فهم؟ وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم اختلفوا كمان، في عائشة افضل ولا فاطمة؟ طب خلاص قلنا ان خديجة افضل، طب نقارن بقى ايهما افضل، ستنا عائشة ولا امنا ستنا فاطمة النبوية؟ اختلف، والراجح ان فاطمة النبوية. وفي كثير من العلماء منهم الحافظ الشهاب الخفاجي والحافظ الدمياطي ذهبوا لان فاطمة افضل الامة على الاطلاق، لانها بضعة النبي، افضل من ابو بكر كمان. يبقى الامر قابل للمناقشة، يعني انا قصدي ان كل اللي عايز اقوله لك ان الامر ده قابل للمناقشة، فما يجيش واحد يذهب لرأي يقوم التاني يضلله ويكفره ويديه لداعش يقطعوا له رقبته، ما ينفعش، ما ينفعش الطريقه دي، لان هذه الامور قابله للمناقشه. ده بس انك انت تتبنى اي مذهب من هؤلاء ما يجراش حاجه، تفضل مسلم برضه محترم، واخد بالك، من امه النبي، والنبي يشفع فينا كلنا، والجنه تسعنا جميعا، مع تفاوت ايه؟ يعني اسلوبنا في فهمنا، في الفهم. فالامر واسع، ومن ضيقه وضيق الواسع يبقى يضيق الافق. واما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحه بالاجماع، وقتل مظلوما، وقتلته فسق، لان موجبات القتل مضبوطه ولم يجري منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله احد من الصحابه، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحزبوا وقصدوه من مصر، بس مش من أهل مصر، أهل مصر ما حدثوا، أهل مصر كانوا قاعدين هنا، ده شوية أرذال كده، ناس دخلوا كده وعايزين سلطات من قبائل شتى وأماكن شتى، راحوا مع اللي حصلوا سيدنا عثمان وقتلوه، أهل مصر هنا قاعدين يزرعوا الأرض ويشربوا من النيل ويصلوا على النبي وخلاص، ما لهمش دعوة. فهمتوا بقى المسألة؟
فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وكان هو الخليفة في وقته لا خلاف لغيره. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهية اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم رأى أن الحق مع علي فقتلوا معه، وقسم رأوا أن الحق مع معاوية فقتلوا معه، وقسم آخر لم يتضح له الحق في أي جانب فتوقف ولم يخرج. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. فهي مقدمة لطيفة للإمام النووي ذكرها في شرح مسلم. الباب الأول: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 19 بعد 306 آلاف، قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، الغار ثور، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الثقة بالله بقى. هنا الثقة بالله تظهر. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طب وإيه فضيلة أبو بكر هنا؟ إن ربنا معاه وهو مع النبي، فضيلة كبيرة جدا. طب وإيه الفرق الله ثالثهما وقول النصارى الله ثالث ثلاثة؟ إيه الفرق؟ إحنا نقول الله ثالث اثنين، هذا معنى صحيح، واخد بالك؟ رابع ثلاثة، هذا معنى صحيح. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لكن النصارى يقول لك إيه؟ هو ثالث ثلاثة، لأنهم أدخلوه في الأكوان فجعلوا معه ند. لكن هنا لم يجعلوا معه ند، بل جعلوه مع كل شيء، وأنه لا شيء إلا والله معه. في فرق كبير، فهمت؟ يبقى النصارى قالوا ثالث ثلاثة أدخلوه في الأكوان فجعلوا له ند، لكن احنا نقول ايه؟ ثالث اثنين، فهو خارج لا ند له. فهمت المعنى؟ ده نقطة مهمة ناخد بالنا منها. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. النبي بيتكلم يقول في عبد ربنا خيره ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عنده. كل الصحابة قاعدين بيسمعوا إلا أبو بكر بكى. يبقى أبو بكر فهمه يسبق الصحابة، لأنه فهم أن هذا العبد هو النبي وأن النبي يتكلم على نفسه، فكأن النبي ينعي نفسه للناس. فاللي فهم الحكاية دي مين؟ أبو بكر. يبقى يسبق غيره في الفهم، ودي من فضائله. فبكى أبو بكر وبكى
فقال فديناك بأبينا وأمهاتنا. أبو بكر الوحيد اللي فدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وأمن الناس علي ليست المنة المكروهة، لكن بمعنى أكثرهم تضحية من أجلي. يبقى أمن الناس علي يعني أكثرهم تضحية من أجلي، وليس بمعنى المنة المكروهة، لأن المنة المكروهة دي تحبط العمل. إن أمن الناس علي يعني أكثرهم تضحية لأجلي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ليه لم يتخذ أبو بكر خليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا، فلا يكون معه في نفس المرتبة أحد، ولكنها أخوة الإسلام. الخلة اللي هو مع جاية من التخلل، يعني بحيث أنه لا يبقى فيه فضلة منفصلة. تخللت الشيء يعني استوعبته، فلا تبقي فيه فضلة. أدي أصل الخلة. طب وهل الخلة أفضل ولا المحبة؟ فقالوا أن بينهما عموم وخصوص، والمحبة أعلى لأنها صفة النبي. فسيدنا رسول الله شارك إبراهيم في الخلة وفاق إبراهيم في المحبة. فهمت إزاي؟ وكلهم درجات فوق بعض. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب المفتوح على ساحة المسجد من بيت الإيه؟ من بجوار المسجد، اسمها الخوخة. فالنبي كان بعض الصحابة يعملوا بيوتهم محيطة بالمسجد، وباب صغير يفتح على المسجد عشان لما يسمع الأذان يدخل من يخرج من الباب ده على ساحة المسجد مباشرة يصلي. وعنده باب تاني على الشارع، لما يبقى جاي من الشارع يدخل منه. فاهم؟ فالنبي أمر بسد هذه الخوخات كلها حتى يحفظ ساحة المسجد من ايه؟ من لعب الصبيان وامتهانها بسعي الناس في غير صلاة، لأن ممكن الناس تستأثر وإيه وتدخل من البيت اللي من داخل المسجد، فهتلاقي المسجد صار كالشارع. فالنبي أراد أن ينزه المسجد عن هذا، فأمر بأن تغلق كل هذه الخوخات إلا استثنى خوخة أبي بكر، فدي كرامة كبيرة لسيدنا أبي بكر أيضا. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي. ودي برضو كرامة كبيرة، النبي وصفه بالأخوة والصحبة، ودي شهادة كبيرة للنبي في حقه رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، اللي هو يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. وعلشان كده في يوم القيامة لما يكلموا سيدنا إبراهيم أن يشفع في الخلائق يقول لهم أنت خليل الله، يقول أما أنا فخليل من وراء وراء، لكن محمد ده حاجة تانية قدام. أما أنا فخليل من وراء وراء، يعني لسه قدامي مقامات أعلى، فاذهبوا لصاحب المقام الأعلى. وعن أبي قال حدثنا محمد
ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. كان اسمه إيه سيدنا إيه؟ أبي بكر. اسمه عبد الله كويس، اسمه الأصلي عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. ذات السلاسل كانت في جمادى الاخره سنه 8 هجري. مؤتة كانت في جمادى الاولى 8 هجري. مؤتة. ودي ايه ذات السلاسل كانت بعدها بشهر. وابن اسحاق ذهب الى العكس ان ذات السلاسل قبل مؤتة بشهر. لكن معظم علماء السير قالوا انها كانت بعد مؤتة. بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص كان لسه حديث إسلام، وبعدين النبي عينه قائد على سرية، فافتكر عمرو بن العاص إن القيادة بناء على المحبة، والنبي كان يعين القيادة بناء على الكفاءة مش المحبة. المحبة حاجة والمحاباة حاجة والكفاءة حاجة. فلما التبس عنده الأمر سأل النبي بقى قال له أي الناس أحب؟ عشان يقول له أنت يا عم. متصور أنه اختاره من أجل إيه؟ المحبة، والنبي كان يختار من أجل الكفاءة. فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا اياد انا ورا بقى لا ما كانش حق اسال ما كانش حق يسال صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وممكن يبقى اي الناس احب لك لما يقول ايه عائشه. طب وفين فاطمه بنته؟ فين سيدنا الحسن والحسين وفين علي؟ يعني من غير قرابتي. يبقى فهم النبي هنا انه بيسال اي الناس احب اليك من غير قرابتك. فهمت بقى؟ مقيده يعني. فالقرابه خرجت. وعن ابي قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي عميس حا قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس عن ابن ابي مليكه قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟
قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. طب لما قالتش عثمان؟ لأن أبو عبيدة بن الجراح مات في خلافة سيدنا عمر، لكن لو قدر أنه عاش بعد عمر فكان يبقى هو أولى من عثمان. دي وجهة نظر ستنا إيه عايش. لكن ليه اختاروا عثمان؟ لأنه كان مات أبو عبيدة بن الجراح في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، أمين هذه الأمة، كان النبي يسميه كده أمين هذه الأمة. وعن أبي قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن أبي محمد بن جبير قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، يعني سألت النبي عطاء فقال لها مر علينا بعد فترة، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. ودي برضو إشارة إلى أنه هيبقى بعده في المسؤولية والخلاف، كل دي إشارات. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأتي ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ودي أيضا إشارة شبه صريحة فأن الأمر يؤول إلى أبي بكر من بعده. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ودي بشارة كبيرة لسيدنا أبي بكر، يعني اجتمع عليه الصيام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإطعام مسكين في يوم واحد، اجتمعوا في شخص في يوم واحد يبقى ده من أهل الجنة. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، يعني في الأمم السابقة، بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا. بقرة بتتكلم، حاجة غريبة، البقرة قالت له إيه؟ إني لم أخلق لهذا، يعني للحمل، أنا أحرس الأرض لكن بتشيلني وأنا جمل، تفكرني جمل؟ وما بقاش في بني آدم يفهم، حاجة غريبة أوي، حتى البقرة بتعترض على فعل ابن آدم. فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرف. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. ما كانوش موجودين أبو بكر وعمر، فالنبي بيشهد لهم إيه؟ بكمال تفويضهم في الإيمان وثقتهم في الله، ودي شهادة كبيرة. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إلى الذئب فقال له
من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. يوم السبع يعني يوم الفزع، يوم الفتن، حيث ينشغل الناس عن أموالهم بسبب كثرة الفتن. وقيل يوم السبع اللي هو ايه؟ يوم الفزع ويوم القيامة، قيل ذلك وقيل لكن يبدو انه يوم الفتن، لان يوم القيامة لا الديب حياكل ولا الغنم بتاعها، لا انتهت الامور كله هيموت. فيبدو ان يوم السبع يعني يوم الفزع. تصور انت، اما الناس يقول لك ان في اسد في المقطم ماشي في الشوارع، وخرج هرب من جنينة الحيوانات، اسد وماشي في المقطم، ولا واحد في المقطم هيروح شغله اليوم ده، يخاف لحسن اما ينزل يقابله الاسد ولا حاجه، يبقى يوم فزع. فاهم؟ فيبقى يوم السبع يعني يوم الفزع، وهذا يكون في وقت الفتن، فينشغل الناس عن مصالحهم بسبب خوفهم من الفتن. فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، لانشغال صاحب المال عن ماله بسبب الفتن. فقال الناس سبحان الله، يعني ذئب بيتكلم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الذي أنطق كل شيء. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا. وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني وما كانوش هناك، وما هما يعني أبو بكر وعمر، ثم يعني موجودين يعني. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل غدا باب من فضائل عمر رضي الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.